السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس اللي انضمت للقناة، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. قناتي وقناتكم بشرى شانيل. مر أسبوع لوفاة الصحفي الراحل صلاح الدين الغماري، اللي خلى بصمة كبيرة في قلوب جميع الناس، كبار وصغار ومن جميع الدول. فالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي. الابن ديالو كريم الغماري خلى رسالة مؤثرة على الحساب ديالو، تقول فيها: أول جمعة في المنزل بدون أبي وبدون العائلة كاملة، صمت كبير ونفسية مدمرة، لكن ما دام هذا مكتوب الله فأنا متأكد أن أبي في مكان جميل، ولا يسعني القول إلا الحمد لله. الله يرحمك يا أبي العزيز، تمنيت لو بإمكانك رؤية هذا الحب الكبير من الشعب المغربي عامة، فإن شاء الله تصلك دعواتنا معك دائما وإلى الأبد. Je suis fier de toi papa. أنا فخور بأبي، فالله يصبرهم والله يرزقهم الصبر والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي. شكرا للمتابعة، إلى فيديو جديد إن شاء الله. لكن قبل ما تخرجوا ما تنسوناش من اللايك والاشتراك، فضلا منكم ليصلكم الجديد. مع السلامة.